احب اوجه له رساله واقول له اعتمد على الله، جمهور الاهلي كله في ظهرك، وان شاء الله نكسب الماتش، وان شاء الله تكون بدايه خير مع الاهلي ومع جمهور الاهلي، وباذن الله الاهلي دايما الى الامام، وباذن الله نعوض اللي فات. اقول له ان جمهور النادي الاهلي كبير ودايما وراك وهيفضل بيساندك طول ما انت بتقدم كره كويسه وبتعمل نتائج جميله يعني. احنا ان شاء الله عندنا ثقه كبيره فيه ونحب نشوف ان شاء الله جديد منه دايما ان شاء الله. اتمنى طبعا ليه التوفيق في المباريات القادمه، خصوصا مباراه الاتحاد المنستيري القادمه في دوري ابطال افريقيا، ونتمنى انه يحقق نفس انجازات موسيماني وخصوصا في افريقيا، ونستعيد الدوري مره اخرى من الزمالك. اتمنى له طبعا التوفيق ونشوف تكتيك في الملعب اكيد عكس الاول مع موسيماني، يعني اخر فتره ليه كانت التكتيك مش موجود اصلا، فاتمنى ان احنا نشوف تكتيك في الملعب اكتر من كده الفتره الجايه، ربنا يوفقها ان شاء الله. كلنا بندعمه وان شاء الله يكون اضافه للفرقه، ان شاء الله نرجع ناخد بطوله افريقيا، بطوله الدوري، ونكتسح البطولات كلها ان شاء الله. احنا بندعمه وكلنا في ظهره ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله اللعيبه تكون حليفه الموسم ده ان شاء الله، تبقى في اعلى مستوى باذن الله. ان شاء الله تكون بدايه ليه كويسه باذن الله، واحنا شايفينه بيستعد كويس قوي، وشايفين الاهلي بيعمل صفقات كويسه، وباذن الله تكون بدايه موفقه للنادي عموما يعني، وان شاء الله منتظرين منهم بطولات كويسه، واحنا دايما دعني في ظهر النادي، واحنا جمهوره دايما مع الحلوه ودايما مع المره، وباذن الله يعني مستنيين منهم دوري وافريقيا، وباذن الله كاس العالم يعني، بطولات كتير باذن الله. كلنا واقفين في ظهره، مدرب شخصيته قويه، وبتمنى له اللي هو يحقق مع الاهلي البطولات، وهو عارف ان هو داخل لنادي كبير وعظيم، النادي الاهلي نادي القرن، وان شاء الله يبقى اداؤه كويس معانا، اهم حاجه الاداء والمكسب والبطولات ان شاء الله. جمهور الاهلي كله في ظهرك وبندعمك وبالتوفيق ان شاء الله، واحنا في ظهرك وما تقلقش، وجمهور الاهلي كله في ظهرك، سواء كسبنا او خسرنا كده كده احنا بنحب الاهلي، والاهلي بطل مصر على طول. احب اقول ان احنا جماهير الاهلي كلها في ظهره، وان شاء الله متوسمين في خير ان هو يعمل موسم كويس ويرجع البطولات للاهلي، ويرجع الاهلي لافريقيا زي ما كان بطل افريقيا ان شاء الله، واحنا في ظهره واثقين فيه ان شاء الله ان هو مدرب كويس وهيحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. احب اقول لجماهير الاهلي كلها في ظهرك وبتدعمك، وان شاء الله بدايه الماتش الجاي يكون خلي ويحقق البطوله 11 باذن الله. باذن الله المدرب يكون ان شاء الله حاجه احسن باذن الله، واللي جاي كله خير، وبندعمك كمان، وباذن الله النادي الاهلي ياخد الدوري ومزيد من البطولات.